أهلا بكم يا أصدقائي، سوف نلعب الآن لعبة الاختلافات، وطريقة اللعب سهلة جدا. يوجد لدينا صورتان وعليكم أن تجدوا الاختلافات بينهما، مع العلم أنه يوجد ثلاثة اختلافات فقط بين الصورتين. هل أنتم جاهزون؟ هيا لنبدأ. هل وجدتم الاختلافات بين الصورتين؟ نعم، أحسنتم، هذه هي الاختلافات. أنتم أذكياء حقا. تحدي الجوهرة. علينا أن نجمع كمية كافية من الطاقة حتى نحصل على الجوهرة. هل أنتم مستعدون لكي نحصل عليها؟ حسناً، هيا بنا. بنشاط بنشاط، هيا هيا يا شطار. بنشاط بنشاط، هيا هيا يا شطار. أحسنتم، عداد الطاقة يرتفع بسرعة أكبر. أنتم أبطال أقوياء، لقد اقتربنا من الحصول على الجوهرة. لقد قمتم بعمل رائع أيها الأطفال الأبطال. لا تنسوا الاستمرار في التمرين وجمع الجواهر الأخرى، ولا تنسوا مشاهدة الحلقات الأخرى. أنا نشيط وسأجمع الكثير من الجواهر، أنا وأصدقائي الأطفال. الأعزاء، لا تنسوا الضغط على اللايك، نتشرف بمتابعتكم ودعمكم لنا. نقول لكم من القلب شكرا لكم. نعم كلنا نحب أناشيد الروضة.